فرح صباح الخير. فرح صباح الخير. سمعتك، فكرتك مش سمعتني. لا سمعتك وبديش ارد عليك لانك انت فاهمه. ليش زعلتك؟ لا ما زعلتنيش انت، بس انا زعلانه من كل المدرسه. طب بينفع نحكي بدون ما نبكي؟ بينفع. خد نفس. انا كنت اغيب. كنك مريضه؟ لا مش مريضه، انا اصلا بتخبط وبكذب على امي، بقول انه مريضه عشان اغيب عن المدرسه. بطلت احب ارجع المدرسه. ليه هيك؟ لانه باخدش راحتي. شو يعني بتاخدش راحتك؟ انت عارفه ليش؟ لا بحب اعرف. تليفوني، تليفوني اللي مش معي يا ريم. انت وين تليفونك؟ تليفوني بغرفه المديره. طيب شو اللي مضايقك؟ هذا قانون. هذا القانون مش حلو، انا بحس حالي كثير تعبانه لما تليفوني بروح مني. شو بتحسي؟ مثل قلبي يجعني. سلامه قلبك يا فرح. وانا بصير حاسه حالي زعلانه، كنت بدي اغيب عشان انا بديش اشوف ولا حدا. بس احنا بنحب نشوفك بالمدرسه. اذا بتحبوا تشوفوني اعملوا اشياء تفرحني. طب انت يعني كيف يعني ممكن تستعمل تليفونك؟ شو ما بدكم انتوا قولوا لي كيف بدي استعمله وانا بستعمله. طب شو بتحسي لما بتاخذي تليفونك؟ اول ما يرن الجرس وبدي اروح على البيت بحس قلبي من جوا برقص وبغني. ليه؟ عشان تليفوني بده يرجع لي. طيب بس احنا بنخاف عليكم، لهيك ما بنعطيش تليفونات انه تمسكوها. بس انا كبيره. بس انت كمعلمه ممكن تساعديني وتوجهيني. بالفعل احنا عم ندرس هاي الفكره. شو يعني؟ يعني احنا عم نفكر انه نعطي التليفونات للاولاد. بس التليفونات؟ لا كمان والايبادات. طيب وكيف يعني؟ بس احنا ننزل التطبيقات اللي بدنا اياها بالمدرسه واحنا كمان نوجهكم. انا موافقه، انا اول وحده. بس اسمعي يا فرح، باللحظه اللي احنا بنفكر نعطيكي تليفون او نعطي الاولاد الاجهزه اللي الهم، احنا كلياتنا بنكون بنين برنامج اللي تمشوا حسبه كلياتكم. كيف يعني؟ يعني انت بتكوني حره مستقله، بتنقي الورشه اللي بدك اياها، بتنقي الدرس اللي بدك اياه، بتنقي الحصه اللي بدك اياها وبتفوتي عليها. واو، يعني انا شو ما بدي رح اتعلم؟ اكيد بتوجيه من المعلمين والمعلمات، لحالك لا. يعني انا بفوت على تليفوني بنقي شو بدي وانا بختار شو حابب اليوم اتعلم. طبعا حسب البرنامج اللي احنا بنبنيه. انا بدي اكون مستقله، انا حابه اكون مستقله يا ريم. واحنا رح نلبي لك هالطلب ورح تكونوا مستقله. شكرا لكم، كمان مره بقول لكم شكرا من القلب. انا فرح، بحبكم كلياتكم. كوم كوم كوم.